لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. لما عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أرسلنا من قبلك إلا رجالا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس: من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماوات، من خلق الأرض، ومن خلق الجبال، قالوا الله، وهم مشركون به. وكذا قال مجاهد عطاء وعكرمة الشعبي وقتادة والضحاك وعبد الرحمن ابن زيد بن أسلم. وخلاصة هذا القول أنهم عندهم إيمان بالربوبية أو ببعض أنواعها، وهو الخلق والرزق، لكنهم يشركون في الإلهية إذ يعبدون مع الله غيره، كما أنهم يشركون في أسمائه وصفاته حين سموا اللات من الله والعزى من العزيز ومناة من المنان. المقصود بذلك شرك أكبر في الألوهية أو في الصفات أو في بعض أنواع الربوبية، كالشرك في اتخاذ أرباب التشريع كعمرو بن لحي الذي كان يجر قصبه في النار، وكالنصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم. والشرك الأكبر محبط للإيمان أو لأجزاء من الإيمان، لأنه محبط للعمل كله، كما قال عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فلله فاعبد وكن من الشاكرين. قال ابن كثير: وهكذا في الصحيحين أن المشركين كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. في الصحيح أنهم كانوا إذا قالوا لبيك لا شريك لك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أي حسب، يكفي، لا تزيد على هذا. سبحان الله، هل أغنت كلمة تملكه وما ملك عن كون هؤلاء مشركين في صرفهم العبادة من دون الله؟ لم تغن عنهم شيئا طالما جعلوا لله شريكا. نقول هذا لأن ولاة الصوفية الخرافية في زماننا ينسبون للأموات والأحياء الخلق صراحة، والرزق وشطب الأرزاق وقبض الأرواح وإعادة الأرواح والإحياء والإماتة. وإذا قلت هذا شر من شرك المشركين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
قالوا نحن نقول أنهم يفعلون ذلك بإذن الله، فهل يغني عنهم أن ينسبوا إلى أوثانهم القبورية أنهم يخلقون ويرزقون؟ بعضهم يقول صراحة مثلا إن السيد البدوي يخلق الجنين في بطن المرأة التي طلبت منه أن يرزقها طفلا، ويقول هذا بإذن الله. هو نفس إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك، بل والله عندهم شرك أعظم من ذلك، كما في قصة الشهاوي الذي أرسل مريدا يبشر بالأوراد في السودان، فغضب المرغني زعيم الطائفة الخطمية وقبض روح الرجل، فطار إليه الشهاوي وقال له: لماذا قبضت روح الرجل؟ فقال: الملك ملكي أفعل فيه ما أشاء. قال: ليس لك شريك في الملك؟ قال: لا شريك لي في الملك. اللهم إنا نبرأ إليك من هذا الضلال والشرك. يقول: فتوجهت إلى قبر السيد البدوي، ليس عنده توجه إلى القبلة بل إلى قبر السيد البدوي، ليأتي لينقذ الرجل قبل أن يدفن، وقد كانت جنازته موضوعة. يقول: فإذا نحن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد روح الرجل فقام يمشي كالمجنون. عندهم لا يفعل الله شيئا من هذا، إنما يفعل ذلك كله المخلوقون. قال: ثم اشتكى بعد ذلك لي فقال أنه كلما طلب باب رزق لم يجد رزقا. فقلت له الشهاوي الذي يحكي: إن الشيخ المرغني لما قبض روحك شطب رزقك، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رد روحك لم يرد عليك رزقك، فليس لك رزق إلا في أرزاق الناس. نعوذ بالله من هذا الشرك. والله هذه الآية، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يدخل في عمومها هذا الشرك الذي كان المشركون على نوع أهون منه، لأنهم يقرون أن الله يملكه وما ملك، وهؤلاء يقولون: أنا لا شريك لي في الملك. أعوذ بالله. أصدر من مسلم أن يقول: لا شريك لي في الملك أبدا. الشهاوي ده بقاله قرن من الزمان، شيوخ الشافعية بتاعت زمان، في زماننا اللي بزماننا. الشيخ الشهاوي ده هو شيوخ الشافعية، وده الشيخ بتاعه. وقال الله تعالى، قال ابن كثير رحمه الله: وقال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وهذا هو الشرك الأعظم، الذي يعبد مع الله غيره، كما في الصحيحين لابن مسعود: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. قلت: أن تجعل لله ندا أوسع من شرك العبادة، فإن من جعل لله ندا في الربوبية يخلق ويرزق ويملك ويشرع فقد جعل لله ندا، من جعل لله ندا في الأسماء والصفات يعتقد بهذا الند صفات الرب عز وجل من الخلق والرزق والتدبير والضر والنفع والسمع المحيط والعلم التام، أوسع من علم اللوح والقلم، ويعتقد له القدرة التامة، وأنه هو جاعل الأرض مهادا وبان فوقكم سبعا شدادا. هذا والله شرك في الصفات، شرك في الربوبية، جعل لله ندا. اللهم إنا نبرأ إليك من ذلك كله. كذلك من الشرك عبادة غير الله عز وجل وصرف العبادات لغير الله، كل هذا من الشرك الأكبر. قال: وقال الحسن البصري في قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال: ذلك المنافق يعمل إذا عمل رياء الناس وهو مشرك بعمله ذلك.
يعني قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس فلا يذكرون الله إلا قليلا. قلت: هذا الذي قاله الحسن يحتمل أن يقصد به النفاق الأكبر، الرياء في أصل لا إله إلا الله، فيكون مخرجا من الملة. فإن من رأى بالشهادتين لم ينفعه عند الله نطقهما، لأنه إنما قالهما رياء للناس. ويحتمل أن يقصد بذلك الرياء في الأعمال، ولو كان من مؤمن عنده أصل الإيمان، أو أقول مسلم ناقص الإيمان، نطق الشهادة مخلصا لكنه رأى في الأعمال. فيكون هذا القول تابعا للأقوال الآتية في الشرك الأصغر، الذي هو القول الثاني في هذه الآية الكريمة، مع أن ابن جرير رحمه الله لم يذكر إلا الأول. لكن ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي استعملوا الآية في الشرك الأصغر كذلك. الرياء بنص الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وهذا فيه تقسيم الشرع، التقسيم إلى أصغر وأكبر في الشرك، ومثله بالكفر والظلم والفسق كله والنفاق، كله تقسيم شرعي وليس مجرد تقسيم اصطلاحي. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بين تسمية الشرك الأصغر. لكن كما ذكرنا، الرياء قد يكون في أصل الدين فيكون شركا أكبر، لأن الشهادتين ركن، قال ابن كثير رحمه الله. وثم شرك آخر خفي لا يشعر به غالبا فاعله، كما روى حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النضود عن عروة قال: دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سير جلده، فقطعه أو انتزعه، ثم قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا الحديث يعني قابل للتحسين، وشواهده كثيرة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هذا السير على العضد نوع من التميمة أو من التمائم. قال: وفي الحديث: في من حلف بغير الله فقد أشرك، رواه الترمذي وحسنه من رواية ابن عمر وهو حديث حسن. معلوم أن من وضع تميمة من سير أو قلادة أو نحو ذلك مما يفعله كثير من الناس يكون على نوعين: إن اعتقد أنها تضر بذاتها وتنفع، أو مع الله من دون الله أو مع الله، فهذا من الشرك الأكبر بلا شك. وإذا تعلق قلبه بها طلب نفع ودفع ضر كان شركا أكبر. وإذا كان يعتقد أنها مجرد سبب ولا دليل على هذه السببية، اعتقاده أن الله هو النافع الضار دون من سواه لا شريك له في ذلك، لكنه يعتقد أنها سبب، هذا كذب على الشرع وكذب على القدر وذريعة إلى الشرك الأكبر، فيكون شركا أصغر. أما الحلف بغير الله فهو وإن كان الأغلب عليه أنه الشرك الأصغر، لأنه يجري على الألسنة بغير قصد التعظيم كتعظيم الله أو أشد. أما إذا تضمن الحلف بغير الله تعظيما للمخلوق كتعظيم الله أو أشد،
فإنه يكون شركا أكبر. كمن تتوجه عليه اليمين كأن الخصم لم يأتي ببينة فيحلف بالله كاذبا، فإذا قيل له احلف بشيخك الفلاني تلجلج وتلعثم وأقر بالحق الذي عليه. وكذا ما يطلبه كثيرون في مجالس الأعراب العرفية، يطلبون يمينا عند قبر الولي الفلاني الطالب الغالب، هذا يعتقدون فيه أن الولي إذا حلف به كاذبا يطلب الحق منه ويغلبه، وهو في ذلك معتقد له نوعا من التدبير لا يصلح معه أصل الإيمان. نسأل الله العفو والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.